زرع الشيخ عن بطنه لا 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 كل نخل الشيخ عن بطنه خدمه الفلة اللي توض ما انت زرعت لك هالتقتيله ما تجيبنا هالتقتيله ما حد يغلب البر عن بطنه يوم ما تلويه توض ما انت يوم ما تلويه توض ما انت هذا ميدان والميدان ايضا موجود مع شعرنا لليله يقول معي كذي اوراق ودفاتر من زمان مأرخنهم وكاتبنهم بقصصهم بسوالفهم بحكاويهم ما عليكم إلا أنكم تتابعونا شعرنا لليلة مسلم بن سليم الحجري مرحبا فيكم في مناديس الوالد مسلم نعم الحجري نعم كيف حالك الحمد لله انت بخير الله. الله يعافيك كيف حالك بخير مشكي بس الحمد لله بنعمه وانت بخير الحمد لله الله يعافيك بالخير يا حي الله وسهلا حي ومرحبا وصرفك اي نعم يا حي مرحبا علو مش علو بهو شيء علو شيء خبر يا حي الله وسهلا حي الله مرحبا طرماح اي نعم انا مسلم بونا مسلم بن سليم لكنه يلقف له سبيع اول حياته شايبي الوالد سبيع يسموه سبيع ولكن هو تسمع مني عاد اخطف عليه الاسم وانا طرماحنا وسلكت عليه لكن اسمي اصله مسلم احنا يوم سالنا عنه قلنا مسلم 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 طرماح بغينا حد يقول لنا مسلم فلان ادمي ما حد يوم قلنا طرماح قالوا هو معروف بس اللقب هذا لقب كل واحد اللي تقوينه هذا يسمون تقوينات كل واحد اللي تقوي طرماح طرماح هذا اسم يعني اسم شايبي هذا لكن متخالفين المهات يسمون كذا والعرب يسمون كذا الوالد مسمينك طرماح زين الوالد مسلم ما شاء الله اوراق عندنا هذه يعني ايش فيهن ايش فيهن شيء كلام اللي نسمعه مني ومني عند الناس نسجله مسجلين هذا خط ايدك هذا خط ايدين يعني ما الاول ما شيء خط عماني قديم قديم ما الاول وما يستوي اصلا كتابه الشعر ما تستوي الا مطبوعه او بالخط اللي هو تسمع مني مفسر بالسين وجوان الحين لك لي خط وليش كيف يسوي خبرني كيف يسوي يعني مثلا السين السين يسوي له حروف الحين اولها من زمان السين يسوى له ثلاث حروف سين الحين سين لا بس
تعرف أول كيف أول اسمه؟ أول سين ده هذه السين مثل المشط. آه هاي السين. أها. سين مطاوع. سين. والسين والحين؟ والحين السين بس. هذه يسموها رقعة الحين الوالد. آه ما أعرف خط رقعة وخط نسخ بيكون. خط لا خط رقعة هذه اللي سين مرة. لكن في نوعين نسخ ورقعة. ورقعة صحيح. وأنت هذه خط العمان القديم هذا. هذه القديمة هذه. وتنسخوا قصائد كم؟ به. أول ما تقدر لأن يمكن يقراها واحد تسمع مني غير قديم شايب آه وما يعرف غير الحروف بعد شخبط له زين الوالد نعم. يعني أول ما في مطبعة ولا في شيء تكتبوا بخط إيدك بشوف هالنسخ كل هذا الدفتر وهي الأوراق كلها قصايد صحيح تحفظوها ولا تكتبوها في الرمسة يوم الرمسة إلا إحنا الرمسة وبونا أصلا رمسة الميدان ما واحينا عليها أنا أظني واحد على رمسة واحدة ولا رمستين ميدان هنا معنا في بلية أه. والباقي الرمسة الأولية الثانية يتزاعلوا فيها حملوا طبولهم وجمورهم ودنياهم وروحوا من هناك ميدان مصاح فيها بلية كيف؟ هذه اللي حفظت لكن لا ما حد يأ ما حد يأ الناس ها تغيرت الأحوال صحيح ولكن القصائد يعني هذه القصائد خذتها أنا من عند الشياب القبليين وكتبتها شيء منها بقصته وشيء منها بدون قصة يعني حافظين هالشياب وانت كتبت عندهم وكتاها ويلي وعيني يا تلقى بالمنية يا تلقى بالمنية وذايب حايب ذبايب للبعدية متعمية ويلي وعيني من البعدية ومتعمية من زمان الوالد تكتب؟ أنا أكتب القصيدة وأني من زمان أنا والأوراق هذه كان عاتر اللي مشيت تبحث فيه بروحه كتيبه آه بروحي والحين هذه اللي تشوفها هنا قدامي هذه القرطاسة هذه الولد حكم ولدك؟ آه هو رامس الروحة حالك أنت روحك رامس ولا كلامه؟ رامس حالينا وبعدين أنا جاوبت منيها جاوبت انا سويت لي جواب بنت بدابه هي؟ بنت بدابه علشان يستاهل زين يستاهل اقول الوالد شي لها سبب شي لها قصه؟ قصته فيها لا تخبرنا بها خبرنا ولا شيء بسيط هم انا كانوا اللي عندي هنا في بديه اولادك اولادي اها وخلاص تحولوا وراحوا برا وانا ما موجود كنت في المنطقه الجنوبيه في صلاب في ظفار محافظه ظفار ويوم جيت بوني قبل لي يعني التليفون هناك ان عيال تحولوا انا زين يوم جيت معهم بعدني ضويت معهم في الاحمدي اه ضويت معهم وتقهويت الصبح ونشرت من هناك وروحت بعد وانا سويت وضع ثاني غير الوضع اللي هم ماشيين فيه ما بمشي انا اغير عنواني ودنياي وشغلي ومكان بين ما كنت بين ما كنت ويبوني يجوا ما يبوني عليهم والشايب انت الشايب الشايب انا المهم ان العرب اشتغلوا وهذا وانا تميت له بمكاني خلاص انا الله سبحانه وتعالى جعل لي بنت حلال طيبه والحين عندي خمسه اولاد ما شاء الله الله يبارك فيهم خمسه ورمس فيك ارمس عاد حكم ولدك حكم انا اشوف المعنون انها الرمسه الحكم كل كن يبي يبان يقول حكم كلكن يبي يبان مستدات وباقي من الود ودخالي معكم السواجي فلي بيبان معكم السواجي فلي بيبان وهاتوا الرسالة يخطبوها كل المعاريس في البيبان قاصي وداني يخطبوها هذه كل المعاريس معارف ايش يبغى منها ولكن بعدني بسأله أول في زايد ومن فرحان ويقصر فلوسه ولا دعمها واصل خبر عاد من الفرحان ها آه وماشي يشاور ولا دعمها كان يباني هي ظني اها قطعت لي العيد العيدان قطعتك العيدان من الشرهات بنتك مع البنات مرتعشه طاح المهر غير من الشرهات ما بطالب عليك مرتعشه ثوب المشراي مبلغ راده وخنجر بستين او يبها كان قاطع الشك ومبلغ راده قاصي وداني يخطبوها باصر واشوف لك شيفه وما ظنتي عاد لك شيفه
احيد البنيات مستدات، وايش وش كلفك يا ولد خالي؟ احيد البنيات مستدات وش كلفك يا ولد خالي؟ هنا ترى يقول وباقي من الود ود خالي، يعني مشي لك مشي. معنا زين. ها قاطعني الرجل قال مشي لك معنا يا وبت. يا وبت انا وقلت له اقول له اذاك اللي ميهود صابح صاه وينهم على الولد ما تبهنا، قهبنا على الروس خيمبات وصوب السهيلي مشي يوبه، نخلهم على السبع يشربات الفلق النشيطو مشي يوبه، بعد الوصية هي للثلثين، إن احترام معكم واجب، بعد الوصية هي للثلثين، الوصية لو صيتني نسيت الوصية، الباقي حلمنات من الثلثين، الرجل إلى نغاب الوصية، مكتا يبا ريس المعاريس هذه بنت بس أنا كي دخلت فيها شغل، مكتا يبا ريس المعاريس، وينهم على أبوه ود زايد، روحي أنا أحب المعاريس وأحب الوادم بعد زايد باقم معي. كلفتك يا هالحيد، كلفتك يا هالحيد في الغزوات وثوب النساء نقصر أبين، أسمع فهل فهل عود ومتين، أسمع فهل عود ومتين، علامك يا هال علامك يا هالبنت مرتعشة بنشرهك حرف ومتين وفوق الحرف بعد مرتعشة شايم لصوته غوازيه وبعدني اباهن غوازيه بيت بنيت الحصاب حصاه واليوم يا ولدي عاد ما تبهنا. يا قلب هوجز في ليالي العسيره وانضم بيوت من فنون كثيرة، كل اندرى عما في قلبه وضميره، لي يبتلي بالعشق تكثر فنونه. أقول شايب اول قلت لي ما 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 شايب انت، يوم قلت لك الشايب قلت لي لا الشايب شايب تقول لك 64 سنه انا عمري كيف تقول انا من وصل ال 60 حان حصاده وين كلمه الشاعر تقول لي ما شايب اول لا لا شايب 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 عيبك الحين شايب شايب ما ادري ايش شايب شايب ودام انها بيضت الحين بس خلاص شايب زين الوالد خبرني خبرني عن قصصكم اول هين تمشوا وهين تطلعوا هذه اللي نمشي فيها نحن ونطلع نطلع لبعيد لبعيد عند الشياب ما موجودين والزي والطرب هذي من هذاك التاريخ الأولي توقف مشي عاد زي وميدان وما عارف ايش مشي باجي في بال باجي الوادي من خالد صوب تسمع مني كيف الطايين وهيك مكانات باجي في صور أما هنا عندنا هنا ساحل البدو مشي فيه طرب روح روح الأوليين هذاك الخدام الأوليين والعراب اللي هم روحوا زين الشايب لو سألتك قلت لك عن القصص القصص السوالف أباك تحكيني حكيني حكيني هجم السوالف ايش بحكيك بحكيك بقول لك إن تسمع مني رمسة هني استوت اها له قصة واحدين يخدموا فلي خبرني فلي فلي هين هين في الواصل اها يخدموا فلي من ترب في الواصل وواحد من العمال اللي يشتغلوا طاح في الثقبة اللي يخدموا فيها ينهموا على ربعهم وما يوهم اللاقي يبي يسكروا لأن بطيح الثقبة الثانية يبي يسكروا نوبة اللاقي بعدهم اللي أرسلوا لهم السيارة ياتهم السيارة وحملوا وروحوا شلوا الريال ودوا بنقول المستشفى وثبت عليه إنه معناته إنه متوفي خلاص توفى يعني آه. من زمان القصة؟ ما يعني العام تقريبا العام تقريبا سنه ونص سنه ونص اوكي هاي اوكي بس حد رمس فيه ولا شيء؟ رمسوا هم روحهم رمسوا في البلاد هذي رمسوا في هل الواصل هل الواصل ايش قال؟ هم رمسوا ايش تقول؟ يقول وهل الواصل تهدم جسر ما يشل الطايح والغزو اللغاير ما يوحونه البيت اللي مبناي من ليواد ونهمت الولد اول وتالي
احنا نحسب اللي الناس من ليوات لكن في العرب اول وتالي. الوليد اللي ما يهود في الشومات المال اللي ما بتاع برهان ترى تبين العرب في الشومات وبتعرف الرجل برهان. ينازع وليدك رعات السوق ينازع وليدك رعات السوق قمت اجمل الحساب بيستهم ربع انتجار ورعات السوق هم فوق طماعتهم وبيصحي انما السوق اه العرب ما يشلوا الطايح وحتى الصايح ما يروحون هذول قاعدين يشتغلوا بشغلهم تابع لازم يسكروا ملتهين لازم يسكروا لازم في ليلة في ليلة مسؤولية في ايتام وفي علماء وفي ما اعرف ايش ووقوفات لازم يسكر لو خلوهم ما سكروا بطيب بعد الثقب الثاني وهم يشلوا الرجال يا وبتم هذا الكلام هل واصل؟ اي هل واصل رديت عن المنتر بنتعاد؟ الواصل صغل عوص والونطل الواصل صغل عوص والونطل وضربني على الراس والوادي الغزو الغاير ولا تنسوه وتركض مع البوش لي مايل والناصر سعيد لا تنسوه لا تنسوه حاز الفخر فوق لي مايل ونكض الرجال شلت سيارة ومن الياح ود ناصر سعيد لا تنسوه وفوق الفعل فوق حاز الفخر فوق لي مايل الرجل اللي شايم مع الفيله الرجل اللي شايم مع الفيله نقيت الزرع ولا الفياله الفيل التحاكم مع الفيله يوم غايته موسم الفيله ما هو كتب خط ما عرفنا له مع اليردني قاصر حروفه يا سالم هذا الخط اقول ود خفان يا سالم هذا الخط ما عرفنا له ويا اللي كتبه قاصر حروفه شبت حريقه في القريتين والخط اللي مكتوب من القريه يا اللي كتبه من هالقريتين ولا بعده من هالقريه اللي اسمهم موجود ما معنون لكن الرمسه جاي من الواصل علينا البدان ضاعم الفناصي ناس يساو العلا بشاشة في ديرة العزم الفناصي وتصبح وتمسي علا زين الوالد أبسألك لا أبسألك أبسألك تو يقولوا وين للشباب اللي حالهم العشق وحالهم مشيات انت تعرف الروحك لا لا نحن شغلة العشق اي شغلة العشق ما مشينا فيه ايش مشيت ما مشينا احنا مشينا في الهواء والهواء ما بشغلة عشق الهواء طربة في رأس الإنسان وفي قلبه في خاطر لكن عاد يمشي عليها أمور كثيرة يعني هناك كل حد له خاصيته وانت ايش لك من الخاصية أنا لي خاصية أن أتبع الهواء ما شيء ثاني لا أتبع الهواء أتبع ما بخبر عليك ما حد اليوم يحد ما حد يحد لكن أتبع الهواء وتبعه من الواصل وغبت عن بلادي شهرين تابع هواء تابع هو شهرين يروديات مني طلعت خلاب ومغرب وبت في ياحس وطلعت من ياحس واصبحت الصباح ناشرة بالواصل ومن الواصل استود رمستن في الخويمة ويا واحدة ود خالي يسكن هناك في قابل واشتليت معه ونضرب اليحمدي وهني اهلي يدوروني هل يدوروني وانا ما حد وتم شهرين يروديات وانا هني بين ذاك بدية وبين ابرع يوم يتزعلوا يزعلوا عليه وماشي كل الدور طراب قلت لهم انا في بيت خالي هو خال ما بخالي انا خال والدتي وش مضطرب عاد ماشي كان تدور كان اول في الشريعة قرنوته ويوب هذه الاشياء وتحنبير هذه الاشياء موجوده لكن الحين هذه انقرض شيء معك كرنوته شيء كرنوته وبتشيل اللي بصوت بصوته بصوت زين شيء شيء هاي كلمتين كرنوت ها؟ كرنوت زين أنا مقيدة ومرسوغة
مقايده ومرسوغه خيل تسعيدي مقايده ومرسوغه ولا الخطا من صوغه ولا الخطا من صوغه والقيد معنا ولا الخطا من صوغه. زين سلمك الله تسلم. وانا في ذاك الوقت عمري 14 سنه. هين مشيت؟ اخبرك انت. خبرني. وتسمع مني وريت ناس شايمين من هالبلاد من ربعنا. حالهين؟ يبوي على بلاد من الحسن. زامله. وراهم مشاي. يعني في من مشاي وفي اصحاب خيل وفي اصحاب بوش واصحاب حميد. ويبوي علان في ذاك الوقت كان الصداقه ماشي بينهم بين هذي علان في الوقت. مشيت انا ووصلت الى عند توستان. هناك عند توستان عيد. مكان هناك يعني؟ عيد بوني اقول لك مكان اسمه توستان. طويه موجوده في ذاك هنا في البطحه. قالوا للشايب يقولوا ركب هذي الولد لا يموت علينا وبعدين نسوي لايم ركبوني لعود نيقعه. ولين وصلنا بتنا فوق بري هذي كذا. صفرة. ومن هناك اشتلينا وصبحنا في المشايخ. تميت ويهت هناك، يوم يهت قال الولد بيموت في بلاد العرب ولا شنو. وكاروا لي بالتعب؟ بالتعب. وش شاطن؟ كاروا بس. اخبار. كاروا لي بدوي من هناك اسمه صقار. وقالوا لي شله ورابعنا واحد من الجماعه مع ابو شليني. وتملي بلاك الوقت شهرين ما يهود. السبب هذيك المشيه؟ ما طلعت. من التعب؟ من التعب. شهرين ما طلعت من داخل البيت. لو راح عليك شايب. لكن هذاك الوقت بعد نمشي عندنا يوم قريحه حق كلام. يعني ما ترمس. لا وبني برمسه ولا ولكن مشيت على شرغة الفؤاد. مشيت على شرغة الفؤاد. وانا بطح يزن. تبل خطي ورحماني ويزل خنيز وبن خليفه. حنا فياله وهن فياله يزل حنا مع الياسي ويزها فؤادي من هيالي يزل حنا مع الياسي. ثرنا ندور بالاسلام يزل حنا مع الياسي احنا بنت ناشد بالاسلام يزل حنا مع الياسي حرز النبي عليك يا رحماني ويا خيل زاي بن خليفه الله زين كرنوته ودهاش اللي يقول ايش يقول؟ يقول يا تلقاف المثنيه يا تلقاف المثنيه وثاير بحايب قبائل من البعد ومتعنيه يا تلقاه المثنية ثاير بحايب قبايل من بعد يوم تعني من بعد يوم تعني عاينت ناقود المعالي سحابه متبنية سحابه متبنية والليله بداك الخصب وشرب يعود ملوية بونها لثلاث ويردوها بست كرنوت كيف طريقتها كيف شل كيف تشليها شليها اقول لك وين يعين يا تلقاف المثنية يا تلقاف المثنية وثاير بحايب قبايل ميل بعد متعنية ميل بعد وبيل يعيني ميل بعد يوم تعنية ميل بعد يوم تعنية واني غايب خاتم يميني با ما فيهم بعطي عليه الفوم يا بعطي وبيل وعين بعطي عليه الفوم يا بعطي عليه الفوم والليله بداك الخصب ويشرب يعود ملوية ويشرب يا عودة ملوية يا ويشرب يا عودة ملوية لا صح طبل يا عودة ملوية لا ويشرب 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 زين بينا هذا الشايب انت كيف له طبل كيف عارف الطبل تهيم؟ يغيب فؤادك اقول يغيب فؤادك في الطبل؟ ايش اللي يغيب لك فؤادك في الفن؟ الطبل
وابى الشيء يكون زين وقت ما يكون دوري يكون شيء ما شيء إيه إيه حلو. لكن ايش اللي يغيب لك فؤادك في الرمسه؟ ماشي غير الحلاوه واول احنا تسمع مني يوم طلعنا هذاك الوقت مشي طماعي يوبا الحين مشي بيت مال سميتي بيبنا ماخذ ذا البنك وما عارف ايش يوبا اللي مشي منه ها ماشيين في دنيانا ومنين ما يديك تغديت تغديت عشيت عشيت وانت ماشي ومنين ما يديك الليل بات صحيح ما حد سأل عنك ايش يقول هناك في مثل عماني يقول يوم يسيح النبات بين يجيك الليل بات بات يوم يسيح النبات منين ما يديك الليل بات الوالد احنا ظني عاد بنت عاذر كنا مقربين زين زين ومبس ما حمن قداك زين ما علي ما يخالف لكن متى عاد بنتلاقى احنا وياك بنحصل له فرصه ان شاء الله زين إن شاء بنحصل الله. له فرصه بنلتقي وبنزورك مره ثانيه زين حياكم لكن سمحنا عاد يمكن تعبناك كلفناك مشيناك وانتم كلفتوني بعدكم ما بكلافه اي ما يمكن هذا واجب انتوا ليش تخدموا الحين جايين متعنين ليش تسووا؟ جزاك ما تبغى الظهر وفن البلاد وكذا والناس واللي تجمعوا معهم اي وانتوا تستاهلوا الوالد تستاهلوا والرمس المشاهدين بعد تراهم هذاك ظهروا امامهم قلنا ذي كانوا الواد الاوليين كيسوا كيسوا لكن يا ليت تكون معنا رمسه ان شاء الله بتستوي رمسه يوم تستوي رمسه خبرنا بني ان شاء الله بيخبركم الاخواق هذاك عبيدنا زين هناك انا ما تفيد لها شوف خاطرك لكن ليش سيب اتصال بي احسن شكرا سامحنا على الوالد احسنت جزاك الله خير بالبريان مشكور احسن 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 وانتم نوب السماحه من والسماحه من قداك احسن والسماحه بعد من قداكم مشاهدينا وين ما كنتوا مناديس لليله قفلناه نلتقيكم ان شاء الله في حلقه اخرى قادمه تمسوا بالخير حياكم الله. Thank you.